حياكم الله مشاهدي متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم وصلتنا مناشدة من ذوي الاحتياجات الخاصة حول همومهم ومشاكلهم ومعاناتهم في محافظة البصرة تحديدا. راح نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيفي اللي راح يشاركني حديثه اللي موجود وياي عبر سكايب. ورحب بالأستاذ حمزة المحمدون الناشط المدني في الحقوق عن الدفاع عن ذوي الاحتياجات الخاصة. حياك الله أستاذ حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم عليكم السلام حياك الله اختي العزيزه. وياكم الناشط المدني حمزه المالك. نعم بدايه استاذ حمزه، اليوم نريد نعرف الفرق بين ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الاعاقه، شلون نميز الفرق ما بينهم؟ نعم طبعا الفرق احتياجات ذوي الخاصه ويشمل ذوي الاعاقه. نعم ذوي الاعاقه هم جزء من الدولة الخاصة، بس التعريف في الأمم المتحدة قالت الأشخاص من ذوي الإعاقة. ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل القصار القامة، تشمل العاجز، الشيخ، الشيخة، اليتيم، هذا يسمى ذوي احتياج خاص. أما ذوي الإعاقة هم أيضا ذوي احتياجات خاصة، لكن هم لهم ميزة تختلف عن باقي الفئات اللي تنطوي تحت مصطلح ذوي احتياج خاص. نعم زين استاذ حمزه. نعم اذا اليوم اكو فرق ما بين الجهتين ذوي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه، بالتالي اليوم هم الطرفين يعانون من مشاكل وهموم كثيره. احب ان اوه للساده المشاهدين انه ارقام الاتصالات راح تكون مفتوحه اللي يحب يشارك من خلال البرنامج، وايضا عندنا خدمه التليجرام زميلنا المخرج راح يعرضها لنا اسفل الشاشه. ارجع ويا ضيفي استاذ حمزه، يعني استاذ حمزه اليوم عرفنا الفرق ما بين الطرفين، بالتالي اليوم عندكم هموم ومشاكل حابين يعني تطرحوها، اهم هاي الهموم والمشاكل. اختي العزيزه طبعا سابقا ما كان اكو قانون خاص يرعى ذوي الاعاقه، بعد ما قررت الامم المتحده الحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه ووقعت عليها كافه الدول ومن ضمنها العراق، صار ملزم على الدوله العراقيه ان تخلي قانون خاص برعايه ذوي الاعاقه. وفي 2013 تم اقرار هذا القانون، طبعا قانون به امتيازات وحقوق كثيره، لكن للاسف فقط على الورق، يعني لم يتم تفعيل هذه المواد. بعدين صارت هناك يعني خطا في التشريع ما بين القانون 38 الخاص برعايه ذوي الاعاقه وقانون 11 الخاص بشبكه الحمايه الاجتماعيه. حيث في الماده 17 من قانون 38 اشارت الى انه المعاق يتقاضى راتب من شبكه الحمايه يتناسب مع درجه العوق. بينما في قانون شبكه الحمايه الاجتماعيه يقول المعاق لازم يكون تحت خط الفقر، وهذا طبعا شيء اضر كثيرا بذوي الاعاقه، حرمهم من الراتب، يعني اذا كان والدك موظف المعاق ما ينطوا راتب، اذا كانت زوجته موظفه يحرمون من الراتب، اذا كانت يعني ضمن اسره تتقاضى راتب رعايه اجتماعيه مثل الوالد تحت خط الفقر يعتبرون المعاق من ضمن الاسره ويحرمون راتب الاعانه، وهذا طبعا خطا وجهل من المشرع، وصراحه احنا صرنا ضحيه لهذا الخطا. نعم زين من اللي شرع هاي القوانين؟ وفي اي عام ذكرت انت في عام 2013؟ زين اليوم تشرع في عام 2013 وقانون نعم. شبكه الحمايه الاجتماعيه تشرع في عام 2014، بس اكو صار جهل يعني من قبل المشرعين في هاي المواد. نعم زين هذا القانون اليوم من صفكم، شنو السبب؟ اختي العزيزه احنا مثل ما قلت انه الماده 17 من قانون 38 اشارت الى انه المعاق يتقاضى راتب من شبكه الحمايه الاجتماعيه، طبعا هذا خطا. يعني المفروض هو يتقاضى راتب من هيئه رعايه ذوي الاعاقه الخاصه به. نعم. لما اجى قانون شبكه الحمايه الاجتماعيه 2011 قال يجب ان يكون المعاق تحت خط الفقر. وهنا طبعا صارت المشكله، يعني كل المعاقين موجودين ضمن اسر، اللي ويا ابوه، اللي ويا امه، اللي ويا زوجته. أو أكثر من معاق في بيت واحد، هنا صارت إشكالية ما بين قانون 11 وقانون 38 فانحرموا ذوي الإعاقة من الراتب لهذا السبب، وهذا طبعا ظلم. احنا إن شاء الله نحاول من خلالكم ومن خلال الطيبين نوصل صوتنا حتى يحلون هذا الإشكال ويسوون تعديل على هاي القانون. نعم، زين سبقوا وطالبتوا وزارة العمل ناشدتوهم حول هذا الموضوع؟
طبعا ناشدنا كثيرا وطلعنا حتى في مظاهرات، لكن للاسف الاخوان في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ما قاعد ينصتون، يعني هناك انصات لمطالبنا المشروعه. وصراحه تعرفين ذوي الاعاقه احتياجاتهم كثير، منهم اللي يحتاج علاج، منهم اللي يحتاج ادوات مساعده، مثلا احنا مكوفين نحتاج الى اجهزه الايفون، نعم. تعرفين سعرها غالي. إيش المشؤون قد يحتاجون أسعارها الى اجهزه. أستاذ حمزة؟ يعني زي اجهزه الايفون اسعارها اكيد تتجاوز المليون والمليون ونص، الاجهزه الحديثه. فصعب علينا نشتريها بهذا الراتب القليل اللي عندنا. مثلا اخواننا المشلولين يحتاجون هاي زين، يعني الكراسي ماكو الكهربائيه تسهيلات يوزعوا لكم اياها مجاني مثلا؟ اكو لا اليوم للاسف. يعني مكاتب خاصه تحتضن لكم وتوزع لكم هاي الاشياء مجانيه، توفر لكم وسائل الراحه لا اليوميه انتم تحتاجوها؟ فعلا طبعا انا اتمنى يعني من يسمع صوتنا من يعني الجمعيات او المنظمات الانسانيه انه تقدم مساعده لذوي الاعاقه بتوفير الوسائل المساعده. نعم. يعني الان هذه اصبحت متاحه، احنا قدرنا نتواصل وياها. انا رغم ان انا فاقد بصر لكن باستخدام جهاز الايفون اتواصل هسه عادي وياكم ويا غيركم، اقدر اقرا، اقدر اتعلم من خلال جهاز الايفون، لكن سعره غالي مو الكل يقدر يشتري. زين، وماكو يعني وسائل بديلة عن هاي الأشياء، بالتالي اليوم المفروض أنه يكون إنصاف حكومي لكم واهتمام أكثر لذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم لازم يعني وزارة العمل تصب كل اهتمامها على ذوي الاحتياجات الخاصة وتشوف شنو مطالبهم. اليوم هم المعيلين لنفسهم، بالتالي اليوم لازم يكون اهتمام حكومي أكثر. أستاذ حمزة، أهم المشاكل اليوم اللي تعانوها غير موضوع الرواتب، اليوم شنو المشاكل اللي تعانوها بحياتكم اليومية؟ سيدنا العزيز ربي يحفظك. طبعا مشاكلنا كثيره، اول مشكله هو القوانين، تشريع القوانين تحتاج الى تعديل، هاي اول مشكله. نعم. المشكله الثانيه قله الراتب، يعني راتب المعامل ايش قد العام هو الراتب؟ 125 الف دينار فقط شهريا. شهريا. طبعا وتعرفين المعاقل اذا يروح الدكتور يصرفها في لحظه واحده، هاي 125 جوز يعني كشفية ودواء من مرة واحدة. وتعرفين المعاق بحاجه الى ان يراجع الدكاتره، المستشفيات العامه ما قاعد توفر لنا الخدمات اللي نحتاجها، فنضطر نراجع الى المستشفيات الاهليه او العيادات الخاصه، فصراحه ما تكفي لنا فقط علاج، ناهيك عن باقي طبعا الاحتياجات الاخرى اللي لو العاق. والدستور العراقي طبعا ضمن العيش الكريم لكل المواطنين، وان يشرع ذلك في قانون، لكن القانون صراحه ما انصفنا، والمبلغ الاعانه جدا قليل ولا يتناسب ويا وضعنا. نعم. هاي من ناحيه. ناحيه ثانيه القوانين الظالمه، طبعا الان اكو قرار يسموه القرار ذي الكتاب 1808. هذا طبعا يعني سوى لنا مشكله كبيره. احنا في قانون 38 الماده 19 قالت الشديدي الاعاقه مثل فاقدي البصر او المشلولين او التخلف العقلي، يعني اللي نسبه عواقبهم تتجاوز ال 75% يكون لهم معين من دوليهم. فاحنا اخترنا خلينا زوجاتنا معين، وسالناهم في وقته 2016 شابه انه زوجاتنا ويانا ضمن حصه في شبكه الحمايه الاجتماعيه. قالوا ماكو مشكله. هسه طبعا بعد مرور 6 سنوات يقولون لا، هاي ازدواجيه راتب. يجب ان تقطع راتب الزوجه وتغرم بالمبالغ باثر الرجل. يعني هلا زين، شنو السبب؟ على هكذا شنو استندوا؟ يعني هو اليوم الشخص ذوي الاحتياجات الخاصه الزوج او الزوجه هو اكيد انه واحد يسند الثاني، فشنو السبب يعني؟ يعني ست والله ما يعني لا من باب انساني ولا من باب قانوني ولا يعني هو باب من خلينا نقول التعسف باستخدام الحق، احنا ناس ضعفاء يعني ما نقدر ناثر ذاك التاثير الكبير. ف يعني اجوا طبقوا علينا هذا القرار انه يا زوجتك اذا كانت وياك بالرعايه الاجتماعيه تعتبر متجاوز على شبكه الحمايه الاجتماعيه ويجب استرجاع المبلغ باثر رجعي. يعني ويتم قرار مبالغ رواتب اللي استلمتها لازم ترجع. كلها ترجع. وصار هذا طبعا في تم الاستقطاع في المثنى في السماوه وكذلك في الديوانيه، واخواننا الان في الديوانيه صاروا باسبوع يظاهرون ضد هذا القرار. يعني اليوم ما اعرف شنو هالقوانين اليوم المجحفه، المفروض يعني اليوم ينطون يعني راتب اكثر اليوم لذوي الاحتياجات الخاصه، خصوصا يعني اليوم المكفوفين. ايضا الزوجه هي الاحق اليوم بهذا الراتب، لان يعني هي المعيله لزوجها، او مثلا اذا كان الزوج زوجته مكفوفه ايضا هو المعيل لها، بالتالي الزوجه هي اقرب شيء للرجل.
او الرجل هو اقرب شيء لزوجته، يعني شنو هذا الاجحاف اليوم بالحقوق؟ شو كنت اعطيتوهم بالبدايه رواتب بعدين تقوم تعالوا اعطونا الرواتب اللي انتم استلمتوها؟ فوق اي قانون اليوم استندتوه؟ للاسف شديد طبعا، هذا طبعا هسه بغض النظر عن هذا يسوي لنا احباط، يعني انت المفروض تتركني انا بعد ما تامن العيش الكريم حتى انطلق الى مجالات اخرى للتعليم الى الابداع، تخليني محتار بالعيشه افكر وين اروح وين اجي، طبعا مشكله كبيره. ثاني شيء من هو اقرب من الزوجه؟ يعني اليوم انت قلت يا بيت حل روح طلع زوجتك من الاعانه وروح جيب لك معين اخر، مين اجيب؟ انا هي زوجتي او والدتي او اختي. هو من الاقرب يعني للزوج غير الزوجه هي المعيله له؟ شنو انا اروح اجيب غير معيل؟ يعني اكيد الناس كلها مستهيه بحياتها، بالتالي اليوم الزوجه هي الاقرب للزوج، هي المعيله له. وطبعا بالنسبه يستندون يقولون الاعانه ما يصير يعني واحد يتقاضى راتب، بينما اقروا لمؤسسه الشهداء والسياسيين الى محقق جمع بين الاعانه وراتب السياسيين. اذا كان هكذا اكو مجال لجمع بين الراتبين فذوي الاعاقه اولى بالجمع، رواتبهم قليله واحتياجاتهم كثيره. اكيد زين. مشكله اخرى، احنا في البصره الان طبعا عددنا كبير جدا، ايش قد عددنا؟ طبعا مشاكل والله نتجاوز ال 17000 شديد اعاقه. 17000 الدائره ما تستوعب، اي الدائره طبعا قليله وما تستوعبنا وموظفين قليلين، وصراحه بدأوا بعض الموظفين يعني او بعض المستفيدين من المراجعين من ذوي الاعاقه يشتكون من طبعا عدم الاهتمام، واقفين بالشمس والحر، تعرفين حر البصره مش قد قوي بعد، والمعاق يعني المفروض تتوفر له الراحه، لا نشوفها بالشمس قاعد يعني الناس تصدق عليه بقلاص ماي، تصدق عليه تسوي له في، يعني للاسف الشديد يعني ماكو بنايه لائقه نقول تهتم بهم. قمنا طبعا احنا بمطالبه الهيئه في بغداد بانشاء قسم بشمال البصره، وتمت الموافقة، لكن القائم مقام القرنة للأسف الشديد ما رضى ينطينا مقر حتى نفتح به هذا القسم للأسف الشديد. شنو السبب؟ يعني استردنا لنا مقر بناية انه يتعاون ويانا ينطينا بناية لنفتح القسم حتى نخفف على البصرة ونخفف على أهل القرنة والمدينة ويعني قضاء الدير وقضاء الإمام صادق، يعني هم عدد تقريبا عددهم بال 6000 معاق. لكن للاسف القائم مقام ما تعاون ويانا وما منحنا هذا المقام. يعني ليش ما عندهم قطع اراضي اليوم فارغه اليوم حتى يمنحوكم قطعه ارض تبنوها؟ كل شيء موجود للاسف. ليش اليوم يعني الاجحاف بحقوقكم ذوي الاحتياجات الخاصه؟ يعني المفروض انتم اليوم يعني تكون لكم منزله، تكون لكم مكانه بالدوله العراقيه، تكون لكم رواتب عاليه، يعني معقوله اليوم ذوي الاحتياجات راتبه 125؟ زين هال 125 شو تكفي خلال شهر كامل؟ اكيد هو عنده عائله اليوم، هم يعني العائله بحاجه الى انه يعيلهم. زين 125 يوم شو تسوي للمعاق؟ والله ستي يعني بعد هذا يعني صراحه انا يعني انتم كسلطه رابعه نريد يعني دعمكم ويانا في نقل رسالتنا الى المجتمع والى الدوله. مشكلة أخرى سيد، طبعا احنا من الفئات المشمولة بتوزيع قطع الأراضي حسب القانون. نعم. محافظة البصرة وزعت ما يقارب 37000 قطعة سكنية. زين، لمن وزعت؟ أيضا لباقي الفئات المشمولة اللي هي طبعا وزارة الداخلية والدفاع. زين. موظفي الدولة، السياسيين، يعني الفئات 18 اللي مذكورة، احنا من ضمن الفئات، الفئة الوحيدة التي لم يتم إعطائها أي قطع أراضي هي ذوي الإعاقة. هاي ايضا من المنظوميات اللي تنضاف الى منظومه دوله. ولما نروح نحكي المحافظ يقول هاي انا راح اوزعكم ان شاء الله، هاي 3 سنوات احنا طبعا يقول راح اوزع الى كل الفئات واحنا بقينا بدون. طبعا ايضا احنا ايضا متزوجين، تعرفين اليوم المعاق لما يتزوج طبعا العائله الكبيره تصير ضمنها مشاكل وغيره. زين لا عنده امكانيه يشتري قطعه ولا عنده امكانيه يدفع ايجار. وشو في المشاكل للاسف الشديد؟ بعضهم حتى وصلوا الى حالات طلاق. نعم. زين يعني انتم سبق قابلتوا سيد المحافظ طالبتوا بتوفير قطع اراضيه خاصه لكم؟ للامانه قابلنا مدير قسم الاسكان اللي هو سعد مهند في محافظه البصره، وعدنا بانه في 2019 انه في مدينه اسمها مدينه السيار راح تتوزع لدوله عامه. وهي طبعا قبل يعني صارت 3 سنوات وماكو اي شيء عنها.
واحنا اليوم ب 22، يعني شنو السبب ما وفر لكم هاي القطع الاراضي؟ نعم في نهايه 22، يعني ما بقى الا الربع الاخير من 22، يعني ما يقارب 4 سنوات وما نعرف شو نسوي، فقط وعود وراح نسوي وسوف وتسويف بعد، تعرف في نهاية. وتعرف كذلك طبعا عمر المعاق ترى قصير، اكثرهم طبعا اعمارهم قصيره بسبب المرض وبسبب الاعاقه وعدم الاهتمام، وماكو انسان يعني خلينا نقول ماكو اشياء تخفف الاعاقه، حتى الاعاقه البسيطه تتفاقم وتصير اعاقه شديده بسبب الاهمال بسبب عدم الاهتمام. نعم، يعني ظروف صعبة اليوم يعيشوها ذوي الإعاقة للأسف، لكن ماكو إنصاف من قبل الحكومة. أستاذ حمزة، يعني شو طالب اليوم؟ يعني صراحة إذا أنا طالب مطالبنا كلش كثيرة، طبعا أول مطلب أطالب به طبعا هي حقوق الإنسان اللي موجودة في كل دول العالم. أول هو حق العيش الكريم، يعني أنا يعني هل ال 100 ألف دينار أو ال 125 هي توفر عيش كريم للإنسان، الإنسان اعتيادي والإنسان اكيد مثل المطالب. الشيء الثاني سكن الملائم، اليوم طبعا هذا حق من حقوق الانسان، السكن الملائم يجب على الدوله ان توفر له قطعه ارض وان تمنحني اما منحة او قرض حتى ابنيها، انا حتى قطعه الارض وحتى ما اسوي لها، لكن احنا قلنا القطعه مثلا نقدر نبيعها نتصرف بها يعني نحل بعض مشاكلنا. الشيء الثالث التامين الصحي، وهذا موجود في كل دول العالم، يعني انت ب 125 الف دينار توفر تامين صحي دولي عالم. صحيح. الشيء الرابع وهذا طبعا من حقوق الانسان هو احقيه التعليم، احنا الان محرومين من التعليم، يعني في البصره كلها فقط مركز واحد او معهد واحد في البصره لدراسه المكفوفين صراحه، من يقدر بقيه الاطراف ما تقدر توصل ولده هذا المركز، لذلك شوف المعاق وخصوصا المكفوفين محرومين من التعليم، باقي الاعاقات محرومه من التعليم. مثلا قوانين تمنع التنمر، يعني للاسف الشديد تشوف يعني المعاق في المدرسه في الشارع يتعرض الى تنمر، ماكو قانون يحميك من هذا التنمر. زين ماكو مدارس خاصه لذوي الاحتياجات؟ يعني البصره كلها بالنسبه للمكفوفين فقط معهد النور في البصره، يعني في جمعيات مو الكل قادر، يعني ابو الفاو ما يقدر، ابو القرنه ما يقدر، صعب عليهم يعني معهد واحد فقط. طبعا احنا قلنا حقيقة التعليم ضروريه، هاي طبعا من حقوق الانسان موجوده في كل الدساتير وكل حتى قانون 38 يعني قال يجب انه يكون هناك حق للتعليم في كل دوله. نعم ماكو مدارس متخصصه. يعني عندكم نقص مدارس، ذكرت انت معهد واحد، اليوم اكو اماكن ترفيهيه خاصه لكم يعني تروحون تتنزهون بها لو ايضا ماكو؟ احنا الاساسيات ما حاطين هاي الامور الترفيهيه بعد، يعني المفروض المدن تصمم بشكل يتلائم يكون صديق ويا دولة عامة، يكون هناك أرصفة مخصصة في دوائر الدولة، يكون هناك يعني نوع من الـ يعني الـ ما يسمى بالرمبة أو ما يسمى بالسطح المائل حتى يقدر أبو العربانة يصعد بسهولة مو درجة. نعم. هاي دوائر الدولة، يجب أن يكون هناك شباك في كل دائرة يحمل شعار الإعاقة الدولية لمراجعة المعاق. زين بالمعاملات يعني شلون تكملون معاملاتكم؟ اكو تسهيلات من قبل الدوائر؟ لو اكو صعوبات يوم تواجهوها؟ والله بعض الدوائر طبعا من خلالكم نشكرهم، مثلا عندنا مديريه اللجان الطبيه او في البصره دكتور مصطفى متعاون جدا ومسهل امر دولي عام. عندنا بالجنسيه استاذ احمد الفياض، استاذ انور، يعني انا شخصيا من اتصل بهم اقول لهم عندي شخص هم يتصلون بالدائرة المعنيه ويسهل الامر. نعم. لكن هاي تبقى اجتهادات شخصيه مو قانون ملزم، احنا نريد قانون، نريد شباك خاص في كل دائره في دوائر الدوله، شباك خاص يحمل شعار. استاذ حمزه استاذ حمزه عذرا المقاطعه، ابقوا يعني عندنا اتصال هاتفي. الو حياك الله كرار. السلام عليكم. الله يحفظكم ست هبه، تحياتي لكم ولا كل كادر قناه وطن والى الضيف الكريم الاستاذ حمزه المالكي. تحياتنا لك، تفضل. تحياتنا لك، تفضل. الله يحفظكم. طبعا شكرا للاخ حمزه المالكي وللتوضيح اللي ذكره ولهموم ذوي الاعاقه اللي وضحها للمشاهدين، وان شاء الله توصل للمسؤولين. لكن نعم. تعقيب على كلام الاخ حمزه بالنسبه الى الكتاب 1880 اللي يتكلمون به عن ازدواجيه الراتب، طبعا هو المعاق ما يستلم راتب، هي اعانه.
والزوجية اللي يعطون هي بالإعانة هي غير إلى حتى يعيش زوجته، يعني وين أكو دين يقبلها؟ إحنا مو مسلمين، والدين الإسلامي يقول لو الزوجة تملك أموال الدنيا كلها نفقتها واجبة على الزوج، صح ولا لا؟ أكيد. يعني إذا يقطعون الزوجية يروح الزوج يقول للزوج تعطيني من راتبك حتى أعيشك، العد ليش أخوض العد أهلها أحسن لها. فعلا. إضافة إلى ذلك قضية خط الفقر اللي ذكرها الأخ حمزة، يعني إحنا بين فترة وفترة يطلبون بيان سنوي، وبالنسبة إلى هذا البيان السنوي يطلبون به تقرير، وإلا تقرير جديد طبعا، لكن السنة بعد تدخل بعض الأخوة المسؤولين في وزارة العمل جزاهم الله خير اعتمدوا التقارير القديمة، هذا صعب على ذوي الإعاقة. ليش؟ زين هذا البيان شنو فائدته يعني؟ نعم؟ البيان هذا اللي ذكرت شنو فائدته؟ حتى الإنسان أنه يثبت على قيد الحياة. زين. لازم كل سنة أنه تجددون هذا البيان؟ نعم. زين. لكن التقرير شنو الفائدة أنه يتجدد؟ هو المعاق يعني سواء المكفوف أو المشلول أو اللي عنده بتر بالأطراف، هي باقية الإعاقة لحد الموت، يعني شنو الفائدة من تجديد التقرير؟ إحنا من خلالكم الناشد المسؤولين، يعني التريث نطلب التريث في قراراتهم اللي تضر بذوي الإعاقة، لأنه القانون المشرع مالته مو معصوم. أكيد يخطأ، فإحنا نطلب التريث بالقرارات لحين تعديل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة. نعم. يعني وكذلك مثل ما أشار الأخ حمزة ست هبة. نعم. إحنا يعني هسه أغلب مشاكلنا لو تتعدل الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون 38 تنحل كثير من مشاكل ذوي الإعاقة، وهي اللي تقول المعاق يتقاضى إعانة وفقا لقانون الحماية الاجتماعية، بس هذه الكلمة لو تنشال وفقا لقانون الحماية الاجتماعية تحل كثير من مشاكلنا. يعني احنا عندنا هيئة خاصة بينا بذوي الإعاقة، يا ريت يتحول ملف ذوي الإعاقة إلى الهيئة، نفصل عن هيئة الحماية الاجتماعية، لأنه قانون الحماية الاجتماعية ظلم ذوي الإعاقة يعني. نعم. صراحة. ليش؟ لأنه هسه قضية البيان السنوي العاطل عن العمل يجلب المستمسكات الرسمية وتنتهي القضية، بينما المعاق يطلبون من عنده تقرير وروح للجان، اللجان ثلاث مراجعات يراد إذا ماكو معرقلات طبعا، ناخذ موعد على اللجنة ونروح بيوم القرار وعلى استلام القرار إذا ما تطلع معرقلات. نعم، شنو سبب هاي الصعوبات؟ إضافة إلى نعم؟ أسباب هاي الصعوبات، يعني ليش يوم هاي الصعوبات بالمعاملات؟ والله يا ست هبة مع احترامي الطيبين، لكن عدم الفهم يعني كثير من المسؤولين يعني مو مختصين بهذا الجانب، يعني كل واحد يفسر القانون على هواه. نعم. وهذا الخطأ اللي واقعين به مو بس دولة عاقة، بكثير من المؤسسات العراقية. نعم كرر. ألو. نعم مرة أخرى شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لاتصالك، نورتنا. ممنونين منكم. تحياتنا لك. نعم. أرجع ويا ضيفي أستاذ حمزة. أستاذ حمزة تعليقك على كلام الأخ كرار. ربي يحفظك ستي. طبعا مشكور صار كرار. أختي العزيزة بس تعقيب، طبعا قرار أو الكتاب أسف الكتاب المرقم 1880 يقول الزواج يقرأ، طبعا هو مو زواج، المعين مو راتب، تعرفين الموظف حتى يصدر راتب يكون له أمر إداري، هذا هو فقط أشار قال يتقاضى المعين راتب السلم الدرجة العاشرة. نعم. لأن أنا مدرسة أنا زوجتي ذلك باشر أغيرها مثلا، يعني ما أقبلها معين أجيب معين آخر أقدر أغير. مثلا إذا توفيت أنا الآن مثلا زوجتي بعد ما ينطورت إني هو موظف، هو فقط أشار إشارة قال المعين يتقاضى راتب السلم الدرجة العاشرة في السلم الوظيفي، لذلك احنا ما نعتبر هاي الزواجيه، لكن هم للاسف طبقوا علينا خلينا نقول بالقوه، لو قالوا الزواجيه بالقوه، يعني لو عندنا مثلا محامين مثلا ندعو نقابه المحامين وندعو اخواننا القضاه انه يطعنون بهذا القرار وبهذا القانون،
لانه قانون فاقد للشرعيه، ما الى شرعيه لكن مطبقوه بالقوه عنه. نعم، يعني سبق وناشدت القضاء ونقابه المحامين بخصوص هذا الموضوع؟ لا للاسف انا اليوم من خلال طبعا اجى في بالي انه بما انه القانون غير شرعي مثل ما قال اخ كرار، احنا في الدين الاسلامي انه نفقه المراه هي واجبه على الرجل. فهذا القانون يتعارض ويا حتى الدين الاسلامي. عندما يمنع قصد الزوجه يعني في راتب المعاق هنا طبعا سبب لي نعرف طبعا الزوجيه الان الموظفين اذا كان هناك اثنين موظفين فمن حق احد الموظفين يتقاضى زوجيه بالموظف الاخر. ماكو ما قالوا الزواجيه. نعم. تعجب ويا الرعايه صارت الزواجيه. ليش الاجحاف اليوم فقط بذوي الاحتياجات الخاصه برايك؟ ليش هذا يعني صراحه الاحتياج صار لانه ذوي الاعاقه ماكو جهه سياسيه تدعم. يعني بعض الفئات محميه عند الفئات يعني خلينا نقول رفحه والرفحه والى اخره، هذه بما انه عندها غطاء سياسي واكو من يدعمها ويدافع عنها لذلك حقوقها موجوده. نعم. اما ذوي الاعاقه ما لهم حق لان ما عندهم جهه سياسيه تمثلهم في الدوله. يعني ماكو جهه سياسيه اليوم داعمه لكم؟ لا ماكو جهه سياسيه. شنو السبب ما يلتجئوا لكم؟ احنا ايضا متفرقين ست، احنا شنو احنا مو يعني خلينا نقول قرار واحد وكتله واحده، اكثر من ناس ما عندهم قدره على الخروج والتواجد والاجتماعات والدعم وحضور هاي الامور، فيعني هناك اهمال اهمال من قبل الدوله للدوله الاخر لان ما حد يمثلهم سياسيا. استاذ حمزه ذكرت انه اعدادكم 17,000 من ذوي الاحتياجات الخاصه بمحافظه البصره تحديدا، يعني عدد ما يستهان به وعدد مو قليل. بالتالي اليوم ذكرت ايضا ما عندكم اماكن ترفيهيه، ما عندكم معاهد خاصه، فقط معهد واحد. زين، ناشدتوا سيد المحافظ، توجهتوا له اليوم بانه يكون اهتمام حكومي اكثر بكم كذوي احتياجات خاصه؟ بس نقطة أوضحها، طبعا 17,000 شريك إعاقة، هذا فقط اللي إعاقتهم تتجاوز ال 80%، أما باقي الإعاقات لا نصل إلى أكثر من العدد. بالنسبة للمحافظ يعني إن شاء الله يسمعني، كثيرا حاولنا نتواصل وياه، ما عنده ما يعطينا وقت للتواصل، يعني نشوفه دائما يقول مشغول مشغول، يعني خاصة أنه شخص تواصل وياه. ما مهتم بقضية ذوي الإعاقة. كمحافظ البصرة طبعا طالبنا بقطع اراضي، طبعا مو ما تواصلنا وياه بس نوصل رساله عن طريق الاعلام عن طريق بعض المقربين يوعدنا بالكلام، يقول انا بقدمي لكن بالعلم. بس يعني شخصيا ما قابلته بصوره مباشره، مجرد رسائل تبعثوها؟ والله يا ريت اذا يسمع صوتنا من خلالكم ويحدد لنا وقت المقابله راح نقابله، ما عندنا اي مشكله. نعم، اذا للسيد المحافظ ذولا يعني اخوانك ذولا أبنائك اليوم هم محتاجين اليوم أنه تسمع صوتهم وتشوف شنو همومهم شنو مطالبهم، محتاجين اليوم دعم نفسي يعني أكثر من الدعم يمكن يكون المادي، اليوم محتاجين هم للدعم المعنوي. بالتالي اليوم لازم يعني أعلى سلطة اليوم هي بمحافظة البصرة هي أكيد الحكومة المحلية، بالتالي عليك اليوم أنه تخصص لك يوم لمقابلتهم، انه تقعد اليوم شوف شنو مطالبهم، شنو هو اللي يحتاجوه ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني ما معقول اليوم ما عندهم معاهد خاصه بهم، ما معقول اليوم ما عندهم اماكن ترفيهيه، تعرف اوضاعهم صعبه، الظروف هم المفروض اللي يعيشوها اليوم تكون خاصه، اليوم لازم قطع اراضي، اليوم تخصيصات ماليه اضافيه، اليوم لازم يكون ضغط حكومي كحكومه محليه على الحكومه المركزيه ووزاره العمل حتى يكون اهتمام اكثر بذوي الاحتياجات خصوصا بمحافظه البصره، يعني هم اليوم باغنى محافظه بعموم العراق، بالتالي اليوم الاهتمام بهذه الشريحه هو واجب يقع على عاتق كل مسؤول. اليوم دول ابناء البصره اليوم دول المفروض يكون لهم الاولويه، يعني ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الاعاقه اليوم المفروض دول يكونون يعني داخل قوسين، اليوم احنا لازم نهتم بهم اكثر، نوفر لهم وسائل الراحه وسائل الاهتمام، اليوم نشوف شنو اللي يحتاجوه، يعني احتياجاتهم مو شيء صعب، يعني هسه اخ حمزه ذكر انه هو اليوم اللي يحتاج جهاز تليفون ايفون، يعني مو شيء صعب، هو يعني على الدوله اليوم توفر اللي هي هاي الوسيله الوحيده اليوم اللي يقدر يتواصل ويا العالم من خلالها. ايضا اليوم محتاجين الكراسي المتنقله اللي نقلهم بالنسبه لذوي الاعاقه والاطراف الاصطناعيه وهذه الامور، هي صح اليوم
هاي تقع من مسؤولية وزارة الصحة، لكن اليوم أيضا وزارة العمل وكل الوزارات هي مشتركة بهذا الموضوع. فبالتالي اليوم لازم يكون ضغط حكومي من الحكومة المحلية، كونك أنت سيد المحافظ أعلى يعني المسؤول عن محافظة البصرة وأعلى منصب اليوم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالتالي اليوم من مسؤوليتك أنه أنت تتوجه لهم أو تخصص لهم يوم محدد، يعني تقابلهم وشوف شنو همومهم شنو مشاكلهم. اليوم يعني ما معقولة ذوي الإعاقة ما عندهم مكان يسكنون به، ما معقولة يوم ذوي الإعاقة راتبة 125، ليش هي 125؟ يعني هم فلوس بهذا الزمن، يعني بهذا الوقت تحديدا هي 125 شو تسوي؟ يعني شت عايشة؟ يعني مراجعة واحدة للطبيب وأدوية ما تكفي. ترى عندكم علم بهذا الموضوع؟ اليوم احنا تساؤلنا السيد المسؤول، اليوم ال 125 تكفيك مصرف جيب يوم واحد؟ أكيد ما تكفيك، يعني حتى هي أقل من ال 100 دولار، بالتالي يوم ما راح تكفيك اليوم 125. زين شلون أنت تقبلها تنطي راتب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هو اليوم عنده علاج، عنده اليوم عائلة برقبته، اليوم هو يحتاج يعني اهتمام أكثر، بالتالي اليوم أنتم تقطعون الراتب على زوجته، ليش هو من المفروض يكون المعيل للزوج غير الزوجة؟ أكيد هي الزوجة بالمرتبة الأولى، من الطالبون من عنده أنه يروح يجيب لنا غير معيل؟ يعني ما معقولة هو شخص متزوج وعنده زوجة يروح يجيب أخوه أو أمه أو أبوه حتى يعيله؟ لا، هذا الشيء مو صحيح. يعني أنتم وفق شنو اعتمدتوا على القوانين؟ الزوجة هي المعيلة الأولى والأخيرة، بالتالي اليوم لازم يكون أيضا راتب إلها. يعني أكيد هي مفرغة كل وقتها وتاركة احتمال حتى أشغالها حتى تهتم بهذا الرجل أو هذا الزوج المعاق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتالي اليوم لازم أيضا يكون دعم معنوي ومادي للزوجة وهذا الزوج حتى يقدرون يكونون عائلة، يكونون أسرة سعيدة، ما يحسون بأي نقص، ما يحسون بأي معاناة. اليوم أيضا المجتمع لازم ينصف هاي الشريحة. اليوم نظرة المجتمع ونشوف التذمر عليهم، هذا الشيء مو صحيح ترى، هذا الشيء يتعب من نفسية ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات. اليوم رب العالمين خلقهم حالهم حالنا، بالعكس هم عندهم عقول نيرة، عندهم وعي، عندهم ثقافة، يعني تجلس وياهم راح تشوف أفكار، راح تشوف إبداعات، راح تشوف مواهب. احنا لاحظنا يعني اليوم هواية أبطال، يعني بالنسبة للرياضة، بالنسبة لمجال الفنون، يعني هواية أمور يعني صار عندهم إبداع كبير بها. بالتالي يعني رب العالمين فقد من عندهم شيء، لكن كرمهم من نوع ثاني بهاي المواهب والعقول النيرة. أرجع ويا ضيفي أستاذ حمزة. أستاذ حمزة، بالنسبة اليوم المواهب واكتشافها بالنسبة لكم، أكو اهتمام حكومي بهذا الموضوع؟ طبعا بدايه شكرا على هذا الكلام ست رايي، ما اعرف صراحه انا عاجز عن الشكر، جزاكم الله الف خير. بس بالنسبه للمواهب طبعا مثل ما تفضلتي سبحانه وتعالى عندما ابتلانا بهذه الاعاقه، وطبعا هو ابتلاء وليس اختيار، احنا معروفين، وخل الانسان يجرب يعيش ولو لحظه مثلا يغمض عينه او يفكر يوم ما يستخدم ايده او رجله وخي يشوف وضعنا ويقول شو الحال اللي احنا فيه. بالنسبه طبعا الله سبحانه وتعالى يعني انطى مواهب وانطى امكانيات لذوي الاعاقه، والله لو تستثمر يعني لابدع. طبعا قانون 38 ما قبل هذا الشيء، في الماده 16 قال التعيينات الحكوميه 5% لذوي الاعاقه، وفي القطاع الخاص 3%. في البصره الان احنا عندنا الشركات ما يقارب 20,000 موظف او اكثر حسب ما نقلوا لي الاخوان، انا ما متاكد عنه. يعني لو طبقنا هاي 3% لحلينا مشاكل كل ذوي الاعاقه في البصرة. نعم. بعد يقدروا يتقاضوا الراتب ويصيروا موظفين ويندمجون بالمجتمع، وكل انسان طبعا يعني هنا لما يعمل راح يحس بنفسه انه انسان وانه انسان منتج، مو عاله على مجتمعه ولا عاله على اهله. بعض الناس مبدعين يعني اللي يعتبر طبعا امكانيه في التصليح، امكانيه في الحرف، ميكانيك، صح هو ذوي الاعاقه بس شوفه يعني مبدع في جانب معين. هاي لو يتم استثمارها بشكل صحيح وتسلط عليه الاضواء، وطبعا دوركم دور الاعلام كسلطه رابعه انكم تبحثون عن هاي المواهب وتبرزونها للمجتمع، بدل ما يبرزون الناس اللي والله يشتكون ما عندي، هو حقه صح انه حقه انه ما يقول ما عندي مثلا علاج، ما عندي غيره صحيح، بس هاي الامور يعني نتمنى انه ما تظهر للاعلام لانها تاثر عين سلبيا، تخلي المجتمع ينظر الى المعاق نظره العاجز. لا، ابرزوا لهم الناس اللي يشتغلون الميكانيكي والحرفي والنجار
والشاعر وال يعني الكاتب برزوم المجتمع حتى يعرف المجتمع انه هاي الفئه بيها مبدعين وبيها ناس عندهم امكانيات يقدرون يعيشون عالم باقي البشر. طبعا هو احنا نرجع نقول الاعاقه هو نوع من التنوع البشري، اي انتقاص من عندهم يعتبر عنصريه، هذه عنصريه مرفوضه والقوانين تجرم. اكيد يعني ساعدنا للشخص اللي يتنمر، يعني هذا مريض نفسيا يعني انا اوصفه، بالتالي اليوم انت بدك تتنمر على شخص اليوم معاق او من ذوي الاحتياجات الخاصه، لا تنسى يعني الدنيا دواره باشر عقبه يجوز انت تصير يعني مثل وضعيته، فكما تدين تدان، فابتعدوا عن هاي الامراض النفسيه. يعني اليوم انت بتتنمر على شخص من ذوي الاعاقه، يعني مثلا ايش راح تحس؟ شنو يعني موقفك؟ شنو هذا موقف شجاع لو بطولي؟ لا بالعكس، الدنيا ترى دوارة كما تدين تدان، بالتالي اليوم هذا الشيء مو صحيح، احنا لازم نقضي على هاي النفسيات الضعيفة، يعني هاي الشخصيات يعني انا اوصفهم ان هم عندهم امراض نفسية. نعم، رجع لنا كرار باتصال. نعم، حياك الله كرار، سمعنا انه عندك مداخلة. السلام عليكم، الله عليكم يحييكم السلام، تفضل. ست هبة، طبعا ملاحظة أخرى أنا يعني فاتني أن أذكرها نعم قبل تفضل. الملاحظة، بالنسبة لما ذكر الأخ حمزة يعني بخصوص محافظة البصرة، عدة مرات صار توزيع قطع أراضي يعني ما شملوا ذوي الإعاقة، ماكو نسبة لذوي الإعاقة. وبالنسبة للمحافظة سألتي الأخ حمزة، المحافظ يا ريت من خلالكم احنا هسه الآن بأي يوم يحدد لنا لقاء احنا حاضرين نروح، وأكيد أستاذ حمزة يوافقني بهذا الرأي. أنا هسه أحكي وياكم عدة مرات رايحين للمحافظة، ما موجود أصلاً، ما موجود بالمحافظة السيد المحافظ، مدير مكتبه ما نوصل لا مو هو. ليش؟ شنو السبب؟ هسه سيد المحافظ بعد ما مجبور، أعرف، مدير مكتبه أيضاً ما يقابلكم؟ هم شنو حاط له الأعذار؟ استعلامات تدخل لجنة تحقيقية وما توصل له، شو عندك وش تسوي جاي إذا قدمتوا طلب؟ وش ست هبة، ماكو فائدة من الطلبات، الطلب وين تقدم؟ شؤون المواطنين. زين شنو شؤون فائدة يعني اللجنة التحقيقية؟ شنو السبب يعني؟ لا عفوا، يعني مو لجنة تحقيقية، لا لا، يعني أنا هذا آسف لهذا التعبير. نعم، يعني عدة استعلامات يسألوننا إيش عندكم، يعني بينما مو هم المعنيين بالأمر، بين المفروض يسألنا هذا مدير المكتب. نعم زين، وقلت لك ما نوصل لو احنا من خلالكم يا ريت بأي يوم احنا حاضرين نروح للسيد المحافظ. نعم زين، كرر. إضافة إلى ذلك ست هبة، يعني كرر، احنا عندنا صار لكم كم سنة يعني ترجون توصلون السيد المحافظ؟ والله من صار محافظ لحد الآن، يعني احنا حتى كلفنا بعض الأشخاص ويا بالحماية ما وصلونا إليه. نعم، يعني حتى الحماية وإضافة، اليوم انتوا حكيتوا وياه وطلبتوا مقابلة لكن ماكو اي استجابة؟ ايوه شنو ايوه السبب؟ والله ايوه يعني والله. معقولة مشغول لهالدرجة اليوم ما يقدر يفرغ هو نفسه جابونا مفارق كذوي وما عنده وقت ومن هالكلام هذا. نعم زين، انتوا اليوم إضافة شريحة إلى مهمة ذلك بالبصرة والمفروض تكون لكم أولوية، يعني المفروض اليوم أكيد ست هبة، شوفي احنا هسه قانون الحماية الاجتماعية نقول ظلم ذوي الإعاقة، ليش؟ لأن ما فرق بين العاطل عن العمل والعاجز عن العمل، يعني المعاق عاجز عن العمل، وليش عاجز؟ بسبب إهمال الدولة، يعني الكثير من عندنا نقدر نتعلم مهن، يعني لو اكو دورات على الحاسبة، نعم، البدالة، غير مهن، بس للأسف ماكو تأهيل لذوي الإعاقة. شنو السبب؟ إضافة، شنو السبب؟ هذا يفترض أن تسألون يعني الجهات المعنية ست هبة. يعني نعم، تقصير من الدولة. يعني ما قالوا لكم شو الأسباب من خلال يعني توجهكم للدوائر الرسمية والشخصيات اللي انتم قابلتوهم، يعني ما عرفتوا شنو الأسباب؟ والله ست هبة اللي نوصلهم عن طريق التليفون يجاوبك إن شاء الله، نوصل صوتكم. شفتك ما شفت. وش استفاد من هاي الوعود اللي هي مجرد وعود حبر على ورق وانا شنو ما مستفاد شيء من عندها؟ شو بدي انا يعني؟ يفترض انهم يسالون بهذا الشيء مو احنا. اضافه الى ذلك ست هبه، احنا عندنا قانون نعم 38 فقره تقول المعاق يمنح يعني هويه الحكومه تعريفيه. المركزيه اسمحي انطت لي كافه الصلاحيات لرئيس الحكومه المحليه، وانتم اليوم ابناء البصره، اليوم المفروض لكم الاولويه، اليوم انتم لازم يعني يكون اهتمام وصب حكومي اكثر لكم،
بالتالي انتم اوضاعكم خاصه، عندكم عوائل، عندكم مسؤوليات، يوم نفسياتكم شبه مدمره، يعني ما معقوله ما عندكم لا اماكن ترفيهيه، لا معاهد، لا مدارس. اليوم تطور من خبراتكم وكفاءاتكم، اليوم انتم عندكم عقول نيره، لكن اليوم انتم ما الله مستغلينكم يسلمكم. بالصوره الصحيحه. اكيد والله، يا ريت ست هبه من خلالك يا ريت توصلون انتم للرئيس الحكومه المحليه، واحنا حاضرين باي وقت. نعم إن شاء الله صوتكم اضافه الى يوصل. ذلك اسمحي لي، لو تسمحي لي نعم تفضل. ست هبه، احنا عندنا قانون ال 38 قانون الرعايه ذوي الاعاقه، فقره بي تقول المعاق يمنح هويه تعريفيه صادره نعم. من هيئه ذوي الاعاقه. هاي اذا تصدر شنو راح تخلصنا من اللجان الطبيه؟ يعني اذا يطلبون بعد ماكو تقارير ولجان، لان هذا يعني من المستمسك خلال رسمي راح تقصد يكون. انه مراجعاتكم بالدوائر تكون هويه نعم نعم تعريفيه خاصه بكم، بعد مناشدات لهيئه ذوي الاعاقه للنواب بالدوره السابقه فتحوا التقديم، قالوا قدموا من يعني بشهر رمضان على ما اعتقد اذا ما قرار. خانتني الذاكره. بس لحظه انطيني نعم. ثواني، يعني هسه انت كل ما تجدد الهويه اليوم يطلبون من عندك فحص؟ لا اسمحي لي ست هبه، نعم. احنا نقول هذه هويات ذوي الاعاقه اللي القانون يقول، فقره بي تقول المعاق يمنح هويه تعريفيه نعم من المفروض. هيئه ذوي الاعاقه، لحد الان ما صادره بعد مناشدات، يعني لو تصدر تخلصنا من اللجان من التقارير الطبيه، لان يعني راح يصير زين. هاي مستمسك اللجان رسمي انت بعد. كل سنه يعني تزوروهم يعني تسوون فحص؟ لا مو كل سنه، بس كل سنه باحث، عفوا هذا بيان سنوي. شنو بعد فائدته هم اليوم؟ من يطلب هاي اثبات الحياه زين، ما هو الشخص. الشخص يعني اذا توفى يعني اكيد راح تروح شهاده الوفاه للجهات المعنيه، يعني بعد شو اثبات تسوي؟ حياتي هاي اليوم يطلب من اجراءاتهم، عندك فحص؟ هذه اجراءات بعد شو اسوي يعني ست كرار اليوم هبه؟ اثبات حياتي يعني يردون عندكم فحص؟ اكيد يعني ندز مستمسكات وبصمه، هاي اجراءات روتينيه بالدوائر عارفينها. نعم زين، يعني وبس يا ريت اكمل، يا ريت كرار ست يعني اذا هبه انا اليوم بخصوص الهو. اشوف يعني راح اراجعهم مثلا، قالوا اليوم اروح اشوف لي شغل عمل، اليوم ما اراجعكم، يعني هي ترى مبينه واضحه، يعني يوم انتم من تسوون بيان سنوي كل سنه وتسوون فحوصات، يعني شنو اللي راح يتغير مثلا؟ هو نعم. جاي ينقلهم بهذا الكلام ست هبه، بس يا ريت خليني اكمل بخصوص موضوع نعم الهويه تفضل التعريفيه. باختصار الحين احنا الوقت داهمنا. نعم تفضل كرر. يعني يا ريت تصدر الهويه بعد مناشدات كثيره، قالوا قدموا عبر الموقع الالكتروني زي. قدمنا صار اكثر من 4 اشهر ولحد الان ولا واحد صادرت له بطاقه. زين، هاي يعني الهوية الموقع التعريفية الالكتروني تابع لاي وزاره؟ اكيد الهيئه ذوي الاعاقه. نعم. طلقوا رابط ومن خلاله املينا استماره وسحبنا الوصولات ولحد الان ماكو شيء. زين، شنو السبب؟ ست هبه السبب يعني وانا مو صاحب قرار حتى يعني تسالوني يعني ليش بالسبب. 4 اشهر انتم قدمتوا سحبتوا استماره وقدمتوا، شنو السبب يعني؟ هو يعني التاخير من عندهم ما نعرف شنو الاسباب، والله ما نعرف. انا يعني تواصلت ويا مسؤولين بهيئه ذوي الاعاقه، قالوا لي اجهزه قليله وبدا الاصدار ببعض المحافظات. سالت كثير من الاخوان، يعني عندنا اصدقاء بالديوانيه لحد الان، احنا بالبصره بالناصريه لحد الان ما صادر، يعني هاي المحافظات كلها ما صادره، وين صادر ما اعرف. نعم ان شاء الله قرار رسالتك توصل لرئيس الحكومه المحليه بمحافظه وقبل البصره. قبل قطع يعني المعنية. قبل انهاء الاتصال ست هبه، احنا نطلب من حضرتكم طبعا مشكورين، يا ريت تكون حلقه اخرى بخصوص هذا الموضوع، يكون بها ضيف من وزاره العمل وكذلك الاخوه الناشطين من ذوي الاعاقه. نعم كرار، شكرا لاتصالك وانضمامك اليوم، نورتنا، تحياتنا لك. وايضا احب اشكر ضيفي الاستاذ حمزه المالكي الناشط المدني في حقوق والدفاع عن ذوي الاحتياجات الخاصه، شكرا لك استاذ حمزه. نعم شكرا لكم سيدي، جدا اشكركم على هذا التواصل، واشكر شخصيا على هذا التفاعل ويا موضوع ذوي الاعاقه، وهذا طبعا يعني تفاعل خلينا نقول او التعامل الانساني، ونسال الله انه المسؤولين يكون في هذا المستوى من الانسانيه ويغيروا قدرتهم لذوي الاعاقه وينصفونهم ولو في يعني جزئية العيش الكريم، وربي يحفظكم إن شاء الله. نعم شكرا لك. رسالتنا اليوم للجهات المعنية والخاصة، يعني
نرجو الاهتمام أكثر بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. اليوم هي من أكثر الشرائح يعني حسب الكلام اللي نذكر المهمشة، بالتالي اليوم هم عليهم جهد نفسي وأيضا متعبين نفسيا، بحاجة لدعم معنوي وأيضا دعم مادي من قبل الحكومة، ويكون اهتمام أكثر، توفر لهم مدارس وأيضا معاهد وحتى أماكن ترفيهية، لأن ظروف صعبة واستثنائية اليوم كل الدول أكو اهتمام بهذه الشريحة إلا بالعراق نشوف العكس. بالتالي نتأمل خلال السنوات المقبلة يكون اهتمام وصب الاهتمام يكون أكثر بالنسبة لهذه الشريحة اليوم المهمشة بالعراق. كل الحب والاحترام والود لذوي الاحتياجات الخاصة، ونتمنى لهم الصحة والسلامة، وإن شاء الله يعني خلال الأيام المقبلة والسنوات المقبلة يكون الاهتمام أكثر. وصلنا وياكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تضرون غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. تحياتيكم وتحيات كادر عمل.